السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير صحه جيده وفي احسن الاحوال وكيف معوض المتتبعين العزاز ديولي دائما الجديد معنا والمذكوريه كنتمنى نكون كنفيدكم ونكون خفيفه على قلوبكم ومرحبا بالجاليه المغربيه ديالنا اللي كيشجعوني وكيدعموني وكيتواصلوا معايا شكرا لكم ومرحبا بالمغاربه ديالنا اللي معايا من البدايه ديالي مرحبا بكم ومرحبا بالناس اللي الله دخلوا جداد القناه مرحبا بكم ما تنسوش تضغطوا على ديك دي الكتبه الحمراء اللي كتكون تحت الفيديو فيديو باش دائما يوصلكم الجديد وعلى بركه الله غادي نبداو في التفاصيل ديال هاد البارطمه هادي بارطمه ها زوينه ما شاء الله غزاله كبيره عندها جوج واجهات وسمحوا لنا على التصوير وبالنسبة للناس اللي يصوروا على حي الحي محمدي أنا شليك هاد البرت ما هادي في الحي محمدي برت زوينة ما شاء الله كبيرة فيها الساعة متر عندها جوج واجهات كما قلت لكم جات على الشارع ديال الطرام عندها واجهه كتشوف في الشارع وواجهه قبليه وواجهه راه كتشوف في الداخل ديال الاقامه كما كتشوفوا بارت زوينه ما شاء الله كبيره فيها صالون وجوج البيوت وكوزينه والدوش كبيره تبارك الله المهم انتما غتشوفوا التفاصيل ديالها تبعوا لا من الاول حتى الاخير باش جميع التفاصيل ديالها واللي بغى يجي يشوفها مباشره مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي اسفل الفيديو يجي يشوفها مرحبا سمحوا لينا على التصوير كما كنقول لكم مهم راه التصوير تيكون ناقص شويه لان بارت زوينه الصراحه والتصوير شويه ناقص المهم اللي بغى يجي يشوفها مرحبا يشوفها مباشره وانا غادي نقول لكم الثمن ديالها والثمن راه قابل للتفاوض هذا هذا البيت كما كتشوفوا تبارك الله كبير وكاين الصالون على الدخله ديال الدار بالنسبة للبرت ما كتواجد في التروازيام ايطاج برت ما زوينة بالنسبة للسطح راه قابل للبناء آه كاين عند كل ما في السطح يعني كل واحد عنده الروبين ديالو في السطح والسيدة كتكون راه عندهم الحق يبنيو السطح بالنسبة لهذا البرتمة هذه الثمن ديالها هو خمسة وربعين مليون قابلة للتفاوض المهم اللي بغاها يجي يشوفها مرحبا ويتفاوض مع مو مع السيدة اللي بغا تبيعو ويكون خير كتواجد في الحي محمدي كما قلت في ديور لامان المهم جميع المرافق حداها كل شيء كاين حداها جات في بلاصه زوينه المهم الناس اللي كيسولوا على الحي محمدي وراه كاين عندي بارطماج في الحي محمدي غادي نشارككم معكم ان شاء الله ها يعني نتوما كتشوفوا الواجهه ديال بارطما قبلية يعني كتضل فيها الشمس بشمسة على طول النهار عندها جوج واجهات تروازيام ايطاج والمتراج فيها ست فيها ستة متر بالبروز يعني ستة متر ديال البروز آه بالنسبة للثمن كما قلت لكم هو خمسة ربعين مليون قابلة للتفاوض المهم هادو هما التفاصيل ديال هاد البارتما هادي واللي بغي يجي يشوفها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو يجي يشوفها مرحبا بالنسبة للبارتمات اللي كاينين عندنا آه كما كنقول لكم دائما راه الناس اللي كيدخلوا جداد كيبغيو يعرفوا آه اللي كاينين في القناه داكشي علاش كنذكر كل فيديو كنذكر فيه البارطمات اللي كاينين عندي باش حتى الناس يستافدوا والناس اللي باغين يبيعو حتى هما يبقاو البارطمات ديالهم كيتذكروا في كل فيديو باش يتم البيع وهذا هو اللي كنتمناو وكنتمناه الخير للجميع والله ييسر للجميع يا رب بالنسبة لإقامة البيضاء كان عندي بارت مزوينة في البرومير إيطاج بارت كبيرة فيها ستين متر المهم اللي بغاها مرحبا راه مازال كيناش تهي شوكية مشمسة اللي بغاها مرحبا بالنسبة للبرنوسي القدس كان عندي بارت في البرومير إيطاج بارت مزوينة ما شاء الله كبيرة فيها يمكن سبعين متر المهم اللي بغاها يتواصل معي في الواتساب رسل الرابط ديالها مرحبا الناس كيسولوا على القدس برنوسي وبالنسبة لسيدي مو من حي الدومة كان عندي بارت زوينين بالنسبة للبارتمة اللي كينا قرب مسجد عبير مازال كان كبيرة فيها 80 متر بخمير ايطاج مهم اللي بغاها مرحبا الثمن ديالها هو 66 مليون قابل للتفاوض وبالنسبه لحي الدومه راه البارطمان اللي فيه الاكثريه تباعوا وبالنسبة لحي البركة جوج كاين عندي بارت مزوينة في دوزيام ايطاج بارت ما كبيرة فيها تمانين متر عندها زو جوج وجهات الثمن ديالها هو ستين مليون قابلة للتفاوض فيها ثلاثة البيوت الناس اللي كيسولوا كي على ثلاثة البيوت فيها ثلاثة البيوت او صالون او سيجور كوزينة او جوج حمامات بارت ما شاء الله كبيرة المهم اللي بغاها مرحبا او لا سنسور وبالنسبه لحي البركه راه كاين عندي فيه بارطمات زوينين كبار الناس اللي على ثلاثه البيوت راه كاين عندي فيه بارطمات ما شاء الله زوينين اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معايا في الواتساب ارسل ليه الرابط ديال يشوف مرحبا وبالنسبه للبارطمان اللي كاين عندي قرب مسجد البكاري راه مازال كاينه كاين عندي جوج بارطمات زوينين كاين عندي بارطمان فيها 114 متر بروميير ايطاج الثمن ديالها هو 69 مليون قابله للتفاوض بالنسبه للبارطمان كاينه في ديور الحديقه قبل ما كنوصلوا لاناتي كاين عندي بارطمان زوينه ما شاء الله جات على الشارع ديال الترام اللي بغاها حتى هي مرحبا كتواجد في 3 ايطاج والثمن ديالها هو هو 54 مليون قابله للتفاوض بالنسبه الحي الراجر كاين عندي فيه برطمان زوينين كاين عندي برطمان 3 ايطاج وكاين عندي برطمان برومير ايطاج المهم اللي بغا اللي بغاهم مرحبا راه رح مازال كاينين بالنسبه للاناثي كما قلت لكم كاين عندي برطمان زوينه فيها 80 متر برومير ايطاج و ايطاج وثلاثه السكان اللي كاينين وعندك نصيبك في السطح الثمن ديالها هو 44 مليون قابله للتفاوض بالنسبة للأناسي الناس اللي كيسولو على الشارع ديال الطعام كاين عندي بارت مزوينة تروازيام إيطاج تمن ديالها تلاتة مليون المتراج هو سبعة متر مهم هادي تاهي راه مازال كاينة اللي بغاها مرحبا بالنسبة لبارت ره ما اللي كوكا راه مازال بارت ما كبيرة ما شاء الله فيها سبعة متر فيها ثلاثة البيوت بومير إيطاج فيها ثلاثة البيوت أو صالون أو سيجور أو لاكور والكوزينة والحمام وعندها قفص في السطح بانية السيدة دايرة بيت وكوزينة ودوش مهم اللي بغاها مرحبا وعاد كاين عندها السطح ديالها بوحدها ثلاثة السكان اللي كاينين بالنسبة للثمن هو خمسين مليون قابل للتفاوض مهم اللي بغاها تاهي مرحبا وبالنسبه للناس اللي باغي نحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا تواصلوا معنا بالنسبه للناس اللي باغي نحطوا عندنا العقار ديالهم الله يجازيكم بخير واللي تواصلوا معنا نشرح لكم على الاقل الطريقه ديال التصوير لان راه كيوصلني التصوير ناقص بزاف واللي بغانا نجيو حنا نصوروا مرحبا تواصلوا معنا نجيو حنا نصوروا راه التصوير تيكون بالمجان وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم ونكون كنفيدكم ونكون خفيفه على قلوبكم و الى عجبكم المحتوى ما تنسونيش من البارطاج والبارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله